طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، هذه المرة إلى تونس وعبر تقنية سكايب. معنا الشاعرة هندة محمد. حيا الله أستاذة هندة، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، أهلا بك. حياك الله أستاذ مصطفى، مساء النور، مساء الشعر والجمال لكم جميعا ولكل متابعينا في هذه الحلقة التي أرجو أن تكون حلقة خفيفة تطل على الجميع إن شاء الله. أهلا بك، ليتك تبدأين هذه الحلقة سيدة هندة ببطاقة تعريفية قصيرة لو سمحت، قبل أن نذهب إلى الأسئلة ومن ثم إلى الشعر، تفضل. نعم، هندة محمد شاعرة تونسية مقيمة بجزيرة جربة بالجنوب الشرقي التونسي، خريجة علوم قانونية. صدر لي مجموعتان شعريتان، الأولى سنة 2015 والماء إليه لبو أيضا، والثانية ظلال لماءة واحدة سنة 2019 عن دار موزايك دراسات. شاركت في كثير من الأمسيات والمنتديات الوطنية والدولية والعربية، كنت من ضمن المتأهلين في مرحلة النصف النهائي بأمير الشعراء الموسم السابع. نشرت نصوصي في تقريبا أغلب الصحف والمجلات الوطنية والعربية. جميل جدا. في بداية هذا اللقاء المرتقب أن يكون شائقا وشائقا جدا، أستاذة هندة، لعلك تحدثيننا عن أهمية المكتبة العربية في البيت العربي، عن أهمية المكتبة، تفضلي. طبعا سؤال مهم وجميل جدا، وبالنسبة لي أن مهم جدا أن يكون في كل بيت عربي مكتبة تغذيه وتمنحه روحا وتدفئ كل متساكنيه. فالمكتبة العربية مهمة جدا لنا جميعا، طبعا للأطفال وللجميع. أنا فضل المكتبة العربية، فضل مكتبة المنزل علي كبير جدا جدا، خاصة في بداياتي وإلى اليوم. أيضا أنا بدأت بكتب قرأتها وأنا في سن صغيرة، مكتبة عمي رحمه الله كان دائما همه الوحيد وشغله الأهم هو تجميع الكتب. وكنت أقرأ كتب كبيرة جدا، يعني كبيرة في الحجم وكبيرة في القيمة في ذلك الوقت، وكان يخبرني أن اقرأي وحتى وإن لم تفهمي ستفهمين يوما ما، المهم أن تقرأي. وكان لها فضل كبير جدا جدا جدا. أستاذة هندة، جميلة هذه الإجابة، وسنأتي على الكثير من الأسئلة المتعلقة بموضوع المكتبة في البيت العربي. الآن دعينا نذهب إلى أولى القصائد التي تحبين افتتاح هذه الحلقة من بيت القصيد بها، إلى أولى القصائد، تفضلي. سأفتتح هذه الحلقة بنص أحبه جدا وله وله ربما مكانة أكبر قليلا عندي، ما سقط سهوا من شهرزاد. تفضل. مولاي ذا الغيم القديم ستوثق فوضاك في أرض الكلام وتورق، كل النساء ذبلن فيك ووردة حمراء تحت سياط شكك تسحق، والطالعات من المرايا أنجما فيهن كحل مدينة قد يسرق. هل تشتهي سيماءهن وهل ترى ينساك باب الفجر إذ لا يطرق، أم أن قلبك يختفي في ليله عبدا فيرتجف الظلام ويعتق. يا شهريار الأمس أعط نوافذي لمدينة بالراحلين تطوق، علم رؤاك العوم بين قصائدي وامطر أمانا فالمدائن تغرق. دع سدها المثقوب يهمي داخلي وطنا من الآيات ليس تفرق،
دع سدها المثقوب يهمي داخلي، وطنا من الآيات ليس يفرق. واسكب جداولك العتيقة في دمي، أرض بجمر المعتمين تعتق. هذه خرائطها تغادر نبضها ولها، هذه خرائطها تغادر نبضها، لكن هدهدها بصدري يخفق. ولها بعرش الحلم بلقيس ترى ضوء النبوءات الذي لا يشرق. يا شهريار، يا شهريار، الريح تأخذني إلى صبح وفي مساءك المتدفق. لم أنسى مشكاة لجازية صارت بين الجدائل نجمة تتغسق، لكنها آه تبذر فقدها وعلى خيام النازحات تعلق. يا شهريار، ويا سمي مواجع من جرحها ثوب البلاد يرتق. أرض حدائقها تعلق فتنة للفاتحين، وعطرها يتفرق. تلك الحدائق تقتفيها روحها نهر، وفي العينين ضاع الزواق. وليميديا قلب أكملي يوزع غيمه عشبا، وليميديا قلب يوزع غيمه عشبا، وفي حقل الغياب يحدق. وردا لمن كانت ترتل حزنها حقلا، وفي جسد القصيدة تعبق. يا شهريار، الأرض قحط كاذب، يا شهريار، الأرض قحط كاذب، فبأي آلاء الغمام أصدق. هذه الحكاية بعض آيات السورة، خذ من رؤاها نجمة قد تبرق. واقصص رؤاك علي، لا تحزن على حلم الذي في جبه يستنطق. ما أجمل هذا الاستنطاق وهذه البداية أستاذة هندة لفضة فوكي. الآن نعود إلى الأسئلة، لو تكرمت وحدثتنا بشكل موجز عن أثر المكتبة في البيت العربي في تأسيس حالة الوعي لدى الناشئة. نعم، تفضلي. مهم جدا لتأسيس نشأ واعي ومثقف وقادر على مواجهة وفهم ربما كل ما يحيطنا اليوم، أن تكون هناك مكتبة ثرية في كل بيت عربي. العلم ربما هو أهم ما يمكن أن نواجه به كل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ربما التي نعيشها اليوم في مجتمعاتنا العربية في هذا العصر الذي ربما هو عصر بين ظفرين، مريض نوعا ما ومختل نوعا ما، ويحتاج إلى الكثير من الوعي، يحتاج إلى الكثير من التوجيه، يحتاج إلى الكثير من الرعاية. أبناؤنا اليوم في حاجة كبيرة جدا لرعايتنا وإحاطتنا ثقافيا وعلميا، وتوجيهنا لهم مهم جدا. والكتاب، ولا أتحدث عن الـ عن الـ عن الـ الكتب الرقمية أو مهما كان النت موجودة ومهما كان ما يوجد في وسائل التواصل الاجتماعي لكن الكتاب مهم، الكتاب الورقي مهم جدا وجوده في كل منزل عربي، لتحفيز الناشئة، لتحفيزهم على البحث، لتحفيزهم على الدراسة أكثر، لتحفيزهم على الرؤية أبعد لكل ما يحصل من حولهم هذا اليوم. أستاذة هند، جئت على ذكر فكرة التوجيه فيما يخص الأسرة العربية داخل البيت العربي، ليتك تسهبين أكثر شرحا فيما يتعلق بموضوع التوجيه لخصوصا الناشئة الذين ربما لا يحسنون اختيار ما يقرؤون. أين يكمن دور الأب أو الأم فيما يتعلق بالسنوات الأولى للطفل المقبل على القراءة من حيث فكرة التوجيه؟ تفضلي. نعم،
ربما نلاحظ جميعا اليوم في منازلنا ومنازلنا جميعا بدون استثناء، يعني تشبث الأطفال بالهواتف الذكية وبكل ما يمنحهم يعني معلومات سهلة. لابد من مراقبة كل هذه المنابع المعرفية التي يأخذونها مسلمة، ولا ربما تمرر فيها رسائل حتى احنا يعني الآباء والأمهات قد تغيب عنا. ولذلك لابد من مراقبة أبنائنا دائما، مراقبة لطيفة بعيدة عن الجزر، بعيدة عن التسلط، بعيدة عن عن فرض الرأي أو التوجيه الذي لا يخلو من العنف أو التعنيف، بعيدا عن فكرة إلزام الطفل بقراءة معينة، وإنما توجيهه ونصحه. نعم، توجيه أشبه بالنصح، لأن الجيل اليوم وأطفال اليوم لا يقبلون الزجر، لا يقبلون العنف، لا يقبلون الإجبار. أن تجبرهم أن يفعلوا كذا وكذا وكذا، وأن تجبرهم وتسقط عليهم أفكارك وما أنت تحب، فأغلب الناشئة يرفضون ذلك. لكن إن وجهتهم بطريقة جميلة دافئة وحنونة وبسيطة، يعني وهذا دور الأم. أنا أقول أن طبعا دور الأم والأب في نفس الوقت، لكن الأم دائما أقرب إلى الصغار من الأب بحكم وجودها دائما معهم في البيت، والأب مشغول ويكون عادة في العمل أو أغلب وقته يكون خارج المنزل، فالأم هي التي على احتكاك مباشر دائما مع أطفالها. نعم، حتى وإن كانت الأم، يعني أغلب الأمهات اليوم في الوطن العربي يعني هم أمهات عاملات. نعم، فالوقت ربما طريقة التواصل أو سهولة التواصل بين الأم وابنها، وهذا الرابط الروحي بين الأم، يمنحها القدرة ربما على تمرير توجيه وتمرير الرسائل بطريقة بسيطة وحنونة. نعم. وأقول وأصر على هذه النقطة، يعني الابتعاد عن العنف، الابتعاد عن الزجر، الابتعاد عن هذه الإجبار، لأن هذا الأسلوب أثبت علميا وأثبت كل الأساتذة علم النفس أن لا يجدي نفعا في توجيه الأطفال والناشئة. قبل أن نذهب إلى قصيدة جديدة أستاذة هند محمد شاعرتنا التونسية، ليتك وبشكل عملي تطلعيننا على أبرز الموضوعات التي تفضلين انتقائها لأطفالك حتى يباشروا قراءتها، خصوصا في المراحل السنية الأولى. أبرز الموضوعات التي يجب أن تساعد الأم أو الأب أبنائها باختيارها في بدايات القراءة. نعم، أنا طفولتي كانت مع جدتي، يعني احنا نسميها في تونس الخرافات، يعني الحكايات القديمة. نعم، كانت الجدة تجمعنا وإحنا صغار وتقص علينا تلك الحكايات الخيالية الجميلة. نعم. وقد بدأت مع أطفالي بنفس الأسلوب ربما. جميل، كنت مميز. أجمعهم حولي بعيدا عن التلفاز، بعيدا عن وأقص لهم بعضا من هذه القصص الحكايات الخيالية. أستاذة هند، وهل مثل هذه الحكاية في زمن التكنولوجيا والألواح الذكية، هل مثلها يرضي غرور الأطفال في هذه الأيام باعتقادك؟ في البداية تفضلي. في البداية كانت تعجبهم، يعني في بداية القص ينبهرون بهذه الأشياء الخيالية، لكن عندما كبروا شيئا فلم تعد ترضيهم، لم تعد ترضي أفكارهم مع الأشياء ومع الأفلام ربما، ومع ما يرونه على النت وعلى الانفتاح التكنولوجي، أصبحوا متطلبين، يرون أن هذه القصص أصبحت قديمة، يعني لا ترضي غرورهم ولا ترضي خيالهم وتطلعاتهم. ربما فالآن أنا أحاول أن أختار ربما القصص بالنسبة للقصص الورقية، أختار القصص التي فيها ربما عاطفية أكثر، ربما لأن العاطفة تستطيع أن تمرر من خلال العاطفة رسائل جميلة جدا، يعني مثلا قصص عن الأمومة، قصص عن مساعدة الآخرين،
قصص عن كيف تجمع يعني من مصروفك وتساعد الجار، كيف تحمل مثلا مع الجار، هذه القصص ربما التي تغرس أنا قيمة وخلقا ربما أنها في الطفل ترضيهم أو تفرحهم أو تسعدهم. نعم. طبعا ومن خلال بالنسبة للأفلام أو الميديا أو فصعب جدا جدا يعني المعادلة أن تظل دائما تراقب ماذا يرون، ماذا يشاهدون، نعم. ماذا، لكن تحاول أن تعلمهم وتوجههم هذا الخطأ وهنا الصواب، والبقية يعني الباقي على الله. أحسنتي. إلى قصيدة جديدة نريد، والطمع في البقية الباقية، وهي الشعر الذي يبقى ما بقي صاحبه وكذلك لا يمكن له أن يفنى بفناء صاحبه، وإنما يمتد أثره ما دامت الكلمات منتمية إلى الإنسان وإلى مبدأ وقيمة. إلى قصيدة جديدة، تفضلي. صلاة العتر. تفضل. هكذا أخطو على درب الوراء مثل خيط تائه وسط الرداء، أي درب فيه أمشي غيمة بين صحراء الخطايا والسماء، أعجن الحلم بنبضي خلسة خوف أن يجري إلى روح الهباء. يا مرايا الكشف دليني على من سيعلو من دراويش الضياء، بي زمان قد تلاشى صوته في جهات تقتفي موت الهواء. ذرؤانا إذ نسميها سدى طفلة تمشي على جرح الغناء، لم تكن إلا سرابا يشتهي الله من سكات الوقت ترتيلة ماء. أي درب كنت أمشيه ولا أصل المعنى وقد ضاع الوراء، ثم أطوي بين أثوابي غدي ربما ينثال عن قلب المساء. أغسل البيت بأحلامي وقد أنشر الفوضى على حبل الشتاء، كنت في بال الأغاني فكرة آمنت قبلي بأحزان النساء، اللواتي يعتصرن العطر من غيمة تخضر فيها الكبرياء، من حنين للحكايات التي أهدرت ضوءا بمن خانوا الدماء وتناموا في الحكايا، لم أكن أعرف النجمات في ليل الجفاء. أي درب يا سمي يحتوي خطوة أنثى قد تعالت في العراء، هذه الأنثى تربي، هذه الأنثى تمني وردها بصلاة العطر في صمت الدعاء، أو تربي فجرها في قلبها، أو تربي مجددا، أو تربي، تفضلي، أو تربي فجرها في قلبها. جميل. للتي شاخت بأحضان الحياء بالغياب المر تنساب الرؤى صرخة تروي بكاء الأنبياء، هكذا كانت حياة ترتدي عقد ضوء رغم أنف الانطفاء. إن شاء الله عليك يا أستاذة هند، حاولي قدر المستطاع عدم الاصطدام بالميكروفون. دعينا نعود بعجالة إلى سؤال آخر، أو ربما كانت نصيحة منك وأنت أم لأطفال، نصيحة إلى أمهات، كيف يمكنهن بناء مكتبة منزلية وإن على فترات خلال سنة لا مرة واحدة؟ كيف يمكن تحقيق ذلك عن تجربتكم؟ تفضلي. ربما نحن نمر جميعا يعني في كل أوطاننا العربية بظروف اقتصادية صعبة، وهذا لا يخفى على أحد أبدا، ولسنا مطالبين بإنشاء مكتبة بين يوم وليلة، ونعرف جميعا أن الكتب اليوم باهظة الثمن، صحيح، أغلبها تقريبا.
فقد نستطيع ربما بوسائل بسيطة. أنا شخصيا في بيتي في منزلي لكل أحد من أبنائي حصالة، هذه الحصالة الصغيرة يجمعون فيها ولو فلس صغير، يعني من ما تبقى من مصروفه، مما ما تبقى من مصروف البيت. نعم. وأحاول من خلال هذه الطريقة البسيطة ربما، وهذا السياسة البيتية البسيطة، أن أجمع ما يمكن أن يصنع لهم مكتبة. طبعا مكتبة تخصهم أنا بعيدا عن مكتبتي طبعا. نعم. الموجودة في البيت، لكن مكتبة تخص الأطفال. لأن كل حسب خياراته، كل صحيح. حسب توجهاته، وكل حسب ما يمتعه من القصص والكتب. وهذا أيضا أسلوب تربوي تعززين فيه لدى الأطفال حب الكتاب وحرصهم على الإنفاق من أجل الحصول على المعرفة أيضا. نعم، قدرتهم على الإنفاق وقدرتهم على التدبير أيضا. نعم. كيف يحصلون على الأشياء التي يريدونها؟ لا ننتظر دائما من أحد أن يمنحنا ما يريد، لا صحيح. ننتظر دائما أن يعطينا الآخر. جميل. حتى بأبسط الأشياء وبأبسط الأساليب الصغيرة نستطيع أن نحقق ذواتنا، نستطيع أن نصل إلى ما نريد، إلى ما نرغب. نعم. فيه. أحسنتي أحسنتي أستاذة هندة. إلى قصيدة جديدة، ماذا ستقرأين هذه المرة؟ نعم، لك الكلمة دائما، تفضلي. والقصيدة الثالثة سأقرأ ماذا؟ ما تساقط من قارورة الشعر. إلى تلك القارورة خذينا، تفضلي. نعم. كم عمره الآن؟ قلب لا رحيق له، أن أغرق الأرض في قارورة الشعر، ومد جسرا إلى غرقاه يوصلهم إلى موانئ لم تعرف سوى الهجر. وكان حضنا يلم الليل أشرعة، للتاركين خطاهم في دم النهر، المتعبين شواطيهم على عطش، وفي الجهات تناسوا رعشة القطر. تشيخ فيهم نهايات مؤجلة، مذ أوقدوا الماء في تعويذة الصبر. هم المرايا لكل العاديات سدى، يرمين أحلامها نبال في الجمر. لا الريح تخطفهم، لا البرق يجرحهم، وقد تعالوا درويشا على الكسر. كم عمره الآن؟ لا تاريخ في لغة قد علمتنا نواري سوءة الحبر. نحن اللغات جميعا في تلفتنا، قد تكبر الآه أو تنساق للكفر. نحن اللغات مجددا، نحن اللغات جميعا، نحن اللغات جميعا في تلفتنا، قد تكبر الآه أو تنساق للكفر. جميل جدا. وقد نصير على أوراق معجمهم كالغافقي يربي راية النصر. العابرون على أطراف أضلعهم قد لقنونا بأن المجد للصفر. هم يكبرون بلا صوت يراودنا، حتى نصلي لنبض الله في السر. كم عمره الآن؟ قلب صار معجزة على خطى النار، إذ تسري بلا عذر. كم علموه بأن الغيم ذاكرة لكل حقل تعافى من رؤى العطر. الله عليك. وكم تعزى سواد الظن في غدهم، وكم تعرى سواد الظن في غدهم، إذ قطفون من الأوطان كالزهر. كم عمره الآن؟ قلب في تفتته. إيه. قد آثر الصمت خوفا من يد النثر. كم عمره الآن مجددا؟ كم عمره الآن؟ قلب في تفتته. كم عمره الآن؟ قلب في تفتته، قد آثر الصمت خوفا من يد النثر. يا الله. سنينه السم، نايات معطلة عن الغناء، بلا ترنيمة الفجر.
له القصائد تسري كي تعيد له ما ضاع من عمره المأسور بالشعر. هل يشتهي الآن طعم اللوز في لغة من التناهيد لو نرميه بالجمر، أو يشتهينا كما الآهات في مدن لن تحني الرأس لو جرت إلى البئر. الله الله، ما أجمل هذا البوح العذب الذي يؤسس لإنسانية نقية تخلو من شوائب الواقع. أستاذة هند، العزف الشعري منك لا يمل ولا تكل منه الأرواح المحبة بالطبع، لكن لابد بين دفقة جمل وأخرى أن نستريح قليلا، ليس من الشعر وإنما أن نريح قائله لتتجدد الهمة. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل هذه الحلقة، ابقوا معنا. حيا الله مشاهدينا الكرام مجددا إلى تونس، عبر سكايب معنا الشاعرة هند محمد. أستاذة هند، مرحبا بك مجددا. الآن دعينا نتحدث وفي إطار المكتبة في البيت العربي، لكن من باب طمع المثقف أو الشاعر أو كبار العمر داخل البيت، دعيني أخذك نموذجا الآن وحدثيني عن طمع الشاعر في مكتبته الخاصة، تفضلي. عن طمع الشاعر في مكتبته الخاصة، ما يجب أن يحضر من عناوين، ما يجب أن يكون مهتما به أكثر من غيره من الكتب، حصة الشاعر في مكتبته داخل البيت. نعم، أنا تعلمت منذ سن مبكرة أن لا أهمل شيئا، يعني أنا قرأت ربما كل المواضيع، كل الرواية، النقد، الشعر، علم الاجتماع، علم النفس، يعني مكتبتي لا تخلو من كل هذه الألوان الأدبية المختلفة. نعم، الألوان الألوان الأدبية المختلفة جئت على قراءتها وهي حاضرة كعناوين في مكتبتك الخاصة، هذا ما أردت قوله، لك أن تكملي، تفضلي. نعم، الآن المكتبة تحتوي كل تقريبا من كل الوطن العربي، دواوين شعرية، روايات، أقرأ يعني كل الأجناس الشعرية، القصيدة النثر، قصيدة التفعيلة، القصيدة العمودية، من الشعر القديم ومن الشعر المعاصر والشعر الحديث. إلى الآن أنا عندما أخلو بنفسي أفتح ديوان المتنبي، أفتح ديوان أبو العلاء المعري، أقرأ ديوان الجواهري، محمود درويش. جميل، كانت جدا. أول مجموعة قرأتها، مجموعة شعرية في حياتي قرأتها في سن مبكرة جدا، كانت مديح الظل العالي لمحمود درويش، وإلى الآن أحتفظ بتلك النسخة القديمة وأعتز بها جدا. أيضا أقرأ اليوم لكثير من الأسماء الشعرية المعاصرة من أبناء وطني طبعا، ومن كل الوطن العربي الذين تسنت لي الفرصة بلقائهم وباقتناء نسخ من مجموعاتهم، والبقية أتابعه طبعا ما يكتبون على السوشيال ميديا. اليوم نحن في ساحة ثقافية وشعرية شاسعة جدا وممتدة جدا، وفيها الكثير من التجارب التي نعتز بها، التجارب الجميلة جدا والمبدعة جدا. على تعدد الألوان الأدبية والأشكال الفنية الكتابية في زماننا أستاذة
هند ما بين مسرح ونثر ورواية وقصة وشعر وغيرها من الفنون الأدبية، هل توافقين رأي مجموعة من الناس يرون بأن الشعر حاليا في هذه الأيام يلملم أطراف ثوبه ويهم بالمغادرة؟ أبدا 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 طبعا. بالنسبة لي أنا عندي وجهة نظر أنه لكل جنس أدبي القدرة على أن يصل إلى قلب المتلقي، لكل جنس أدبي سواء كان قصة قصيرة أو رواية أو شعر فله القدرة على أن يصل إلى المتلقي بطريقة بسيطة وجميلة جدا. المهم أن يكون قريبا من المتلقي، المهم أن يكون قريبا من تطلعاته، من مشاكله، من 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 حالاته، لأنه احنا نحن نعيش اليوم الكثير من الحالات، نعيش اليوم الكثير من التجاذبات النفسية والاجتماعية فإن كانت القصيدة، وأنا أقول دائما أن القصيدة التي تبقى خالدة القصيدة التي تصل إلى المتلقي، القصيدة التي يحملها المتلقي، القصيدة التي يقرأها المتلقي ويقول تشبهني ويجد نفسه فيها ويجد نفسه في بين سطورها، هذا هو النص الذي يظل يحمل قارئه ويظل يحمل كاتبه ويظل يحمل زمانه أيضا. إلى قصيدة جديدة الآن نجد أنفسنا فيها وبين سطورها، تفضل يا أستاذة هند إلى الشعر من جديد. سأقرأ نص تفعيلة، تفضل. بعنوان درب القمر. أحبك أكثر لأن السماء ترتب غيم الموانئ بين عيونك. أحبك أكثر من قبلة نام فيها البياض فضاع البريد إليه، ومثل صباح يلملم أسماء عشاقه فينثرها في مسامات ورد رضيع. أحب احتفال يديك بعطري وكيف تخيط ثقوب الغياب بلا دمعة ولا ماء يغسل ما سوف يبقيه رتق الإبر. وها قد تركت الحروف الغريبة إذ شردتني طويلا، وها قد تلونت بالشمس والكستناء تماما كهذا الشتاء. أحبك أكثر من كبرياء، أحبك أكثر من كبرياء المواويل حين تفيض بحزن المرايا وحين تعتق صوت الحرائق فينا وحين نسير على دمعنا لا نقول احترقنا وحين نجوع ولا يكتفي الحزن منا نقول اعتنقنا. أحب العناقيد في كفك الجرف حين تخط على الروح ضوءا حبيبا. أحب اقترافك للشعر والعشق رغم انكسار الجهات، ومثل مدائنك المتعبات أحن إلى جمرة في الرماد العنيد، وأشتاق جدا لدرب القمر. أحب المطر كأني على موعد لا يجيء معي، كأني على موعد لا يجيء معي، قد تركت النهار وحيدا وخبأت عمري على سيل صدر جريح. كأني السيول جميعا أراود خوف العطاش من البئر والأمنيات الحرام. وها أنت شوق القصائد كنت ترتل للقلب ما يسرته اللغات وما خلفته العناوين خلف الرحيل. أحبك أكثر، أحبك أكثر منها الحروف كحين تجن ولا تعتريك وقد تكتفي باجتياح طفيف بجرة حب. وما كنت قبل الغياب بعمر تحب ارتباك الحصى نسيه. لفظ أفوك يا أستاذة هند، نطمع الآن برؤية شاعرتنا وحديث عن الرسالة الإنسانية التي يجب أن يتبناها الشاعر
وتتضمنها القصيدة. نعم. سألتك عن الرسالة الإنسانية التي يجب أن يتبناها الشاعر وأن تكون حاضرة أيضا في القصيدة التي يكتبها. تفضلي. هذا الموضوع ربما أستاذ مصطفى في وجهة نظر. تفضلي. وقد تعلم ربما أن كثر هم الشعراء الذين يقولون أني لست ليس من واجبي، يعني ليس من عمل القصيدة أن أحمل فيها رسالة أو أن أحمل رسالة أو أتوجه بأي رسالة. القصيدة تحملني كما أنا، تحمل رؤية الشاعر، تحمل حالاته، تحمل. لكن ربما هناك رسالة مشتركة بيننا جميعا، بين كل المثقفين، بين كل المبدعين، بين الشعراء، وهي أن نصل بالكلمة إلى المتلقي بكثير من الرقي، بكثير من الجمال، بكثير من الشعرية. نحن نحتاج اليوم ليس للمتعة فقط، لا نريد أن نقرأ نصا نستمتع بصوره الشعرية، نستمتع ببنائه، نستمتع بلغته المتجددة ونمر. نريد أن نقرأ نصا يظل بالذاكرة، والنص بالنسبة لي الذي يظل بالذاكرة هو الذي يحمل لا أقول يتبنى قضايا كبيرة، أو لا أقول يتبنى يعني القضايا العربية، أو لكن يحمل بعدا إنسانيا رقيقا، ربما فيه ولو بين الأسطر رسائل خفيفة للمحبة، رسائل خفيفة لأن نسترجع أنفسنا وذواتنا ومشاعرنا الإنسانية التي نحتاجه اليوم كثيرا. نحن نحتاج اليوم إنسانيتنا أكثر من أي شيء آخر، لأننا نعيش زمنا يكاد تموت فيه الهوى، يكاد تموت فيه الإنسانية. وهذا ربما ما يمكن أن يساعدنا، ما يمكن أن نحمله في قصائدنا، في قصائدنا ليمر بنا إلى إنسانيتنا. أحسنتي. لعلنا وقبل الذهاب إلى قصيدة جديدة أستاذة هندة تطلعيننا على القصيدة الإنسانية المنتمية إلى عادات وتقاليد شعبك، إلى جراحاتهم، همومهم، إلى أحزانهم وما يتطلعون إليه، نظرة يعني واسعة، من زاوية واسعة على تجربتك الشعرية وفيها انتماء للإنسان كما تفضلت. حدثينا عن هذا الشعور بشكل عام. الصوت لم يبلغني الصوت. سألتك ليتك لو تحدثيننا عن شعورك شاعرة، كتبت عن هموم وطنك وأهلك وذويك في مرحلة حساسة عاشتها تونس وعاشتها الكثير من أوطاننا العربية، لاسيما العشر سنوات الماضية، عن هذا الشعور في روح الشاعر ليتك تتحدثين قليلا. نعم. طبعا ككل، ربما كأغلب الشعراء بهذه الفترة، فترة الثورات العربية، تأثرت جدا بهذه الفترة الجميلة ربما والصعبة جدا. نعم. وكتبت ككل، ربما كأغلب الشعراء، ربما كانت مجموعتي الأولى وللماء ليله أيضا الصادرة سنة 2015 عن دار المنتدى الثقافة والإعلام بتونس، حملت في طياتها تداعيات هذه الفترة، وكتبت فيها أكثر من نص ربما كان نتاجا عن هذه الفترة التي أخذتنا ربما بالبداية، أخذتنا جماليتها ومفاجأتها، أخذتنا كثيرا. وكان من نتاج هذه الحقبة الجميلة كما تحدثت وصعبة جدا، نصي الذي أحبه جدا، صباح بوطن منسي. المجموعة الأولى كانت مزيج من قصيدة النثر والتفعيلة والشعر العمودي، كانت خليطا من الجميع. جميل جدا. وسنأتي على المزيد من القصائد الآن أستاذة هند محمد شاعرتنا من تونس.
أستاذة هندة، دعينا الآن نخرج إلى استراحة، بعده سنواصل ما تبقى من حلقة بيت القصيد. من جديد أستاذة هندة، شاعرتنا التونسية، دعينا نعود إلى الشعر إن كنت تستمعين إلي. نريد نصا جديدا قبل أن نعود إلى السؤال قبل الأخير، إلى الشعر مجددا. ماذا تحبين أن تقرأي علينا؟ قصيدة من نوع مختلف ربما هذه المرة، أليس كذلك؟ تفضلي. سأقرأ ربما هذه المرة نصا نثريا لك ذلك، من مجموعتي الأولى. نعم. بعنوان صباح بوطن منسي. إلى ذلك الوطن علنا نتذكره فيتذكرون. نعم. الطيبون في مدينتي يغلقون أبواب الفجر كل يوم ويصطعدون نحو المنفى. الطيبون يتهافتون حول الخبز المغمس بخطايا المدينة، يعلقون ملامحهم كل صباح فوق عابات التين المذبوح والتفاح الآتي من بعيد. كم كان حزنهم بربريا، لا يد تهدهده إلا ما كان من بقايا التراب العالقة في أكفان التائهين. الطيبون الدافئون العائدون من نهارات سعيدة، يعدون قهوة الصباح فوق حرائق الوطن المنسي، ويمعنون في السكر المحلى بأصابع قطعت من فرط الفوضى. يا الله، لم أشأ أبدا أن أتوغل في أحلامهم، لكن وهم يعبرون تعثروا بي. الطيبون الصامتون الخارجون من سلالات الوهم، سينتشرون بعد حين في أطراف مدينتهم لتصلب أجسادهم على عتبات الفوضى وتنسهر الجدران المشققة في حكاياتهم. تلك دماؤهم دفنوها في وانطلقوا في عناقهم اليومي. دام هذا البوح المتشوف مستقبلا من زهو وفرح في ظل واقع صعب، باعتقادك أستاذة هندة، ما الذي تأمله أوطاننا منها، أو ما الذي تأمله أوطاننا منا حتى يتحقق لنا ما نأمله منها؟ سؤال صعب جدا. أعي ذلك جيدا، تفضل. نعم. نحن نأمل دائما، نحن ننتظر دائما، نحن نريد دائما من أوطاننا أن تعطينا، أن تمنحنا الحرية، الكرامة، الحياة الجميلة، الحياة الكريمة. دائما هذه هي تطلعاتنا الدائمة في كل الوطن العربي. باعتقادك نحن والوطن سيان أم نحن والوطن نقيضان أستاذة هندة؟ نحن كشعوب وأوطاننا. نحن كشعوب في المقابل أوطاننا، هل نحن سيان الشعوب والوطن أم أننا نقيضان وغرباء؟ يا الله على هذا السؤال. أحياناً بما تحب لا أحياناً أننا وأوطاننا في نفس الدائرة، في نفس المنطقة،
كلانا قاس عن أداء واجباته، كلانا قاس عن الاستمتاع بحقوقه. للحقوق أوطان، للأوطان حقوق ولنا حقوق، وللأوطان واجبات ولنا واجبات. لكن ما هذه الفوضى العارمة التي نعيشها اليوم، هذا الغليان المبهم، غليان مبهم جدا، لم نعد نعي ربما من أين، ولم نعد نعي إلى أين، ولم نعد نعي من يمسك بخيوط اللعبة، من يحرك كل هذه الفوضى، من بيده أن يسكتها ويعيدها إلى هدوئها. وكل هذه تحتاج إلى غربلة كبيرة جدا وصعبة جدا وربما قاسية جدا. نتطلع من أوطاننا، نتطلع إلى وطن أفضل. نعم، الشعر أفضل. من مفاتيح الحل باعتقادك أستاذة هند؟ نعم. هل الشاعر من مفاتيح الحل مثل هذه المعضلات والظروف الصعبة التي نعيشها في المنطقة ككل؟ الشاعر هو جزء من هذا الوطن. نعم، الشاعر جزء من هذا الوطن الكبير، وجزء ربما من هذه الفوضى الكبيرة. نحن لكن مطلوب منه أن يصلح الفوضى، لا أن يكون راضيا بمكانه من هذه الفوضى أو جزء منها فقط، عليه أن يصلحها. طبعا 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 طبعا، وهذا ما نحاول أن نحاول أن نقدمه نقدمه ربما في قصائدنا، في أغلب قصائدنا. وأتحدث عني ربما، يعني في أغلب قصائدي، أغلب ما أكتب هو قصائد إنسانية، أكتب قصائد تدعو دائما إلى الطمأنينة والسلام والتعايش والمودة. هذه صفات حاضرة في نصوص هند محمد دائما. نعم نعم طبعا. وهذا ربما غاية كل شاعر، وواجب نعم كل مبدع. صحيح، عليه أن يقدمه في نعم نصه مهما كان، يعني روائي أو شاعر أو موسيقي أو رسام أو ممثل أو هذا ما علينا أن نصنعه اليوم، هذا ما علينا أن نكتبه اليوم، أن نبدعه اليوم. لا مكان، لم يعد ثمة أماكن اليوم في نصوصنا وفي حيواتنا للفتنة أو للعتمة أو لابد أن يكون هناك على الأقل في ما نقدمه من إبداع نعم نوافذ عديدة وكبيرة جدا للضوء. نريد الآن نصا قصيرا ما أمكن ذلك في الختام، لأن الوقت أدركنا أستاذة هند. نعم، إلى مسك الختام شعرا الآن، تفضلي. نص الغاوون. تفضلي. الغاوون هم الماضون بالأحلام رصوا نهار اللحن في وتر يغص، أعلمهم بياض الحرف لكن على أوراقهم كبر المقص. يا الله يا الله. وأكتب كي يكون الورد قلبا يرافق، وأكتب ولكن دون أن يعني تمسكي بمكبر الصوت. تفضلي مجددا. وأكتب كي يكون الورد قلبا يرافقه من الأسماء حرص على عطش لي الأنهار تبكي جياع الروح والأيام رخص، على عطش لي الأنهار تبكي جياع الروح والأيام رخص، نياما في جهات الأرض عاشوا ويدهشهم بأن الوقت لص، كأن الصبح ينساهم عنادا ليحملهم على الأكتاف نص، هم الغاوون في بحر النوايا ويغريهم من الأسرار شص، ولفوا في قميص العمر ذكرى لها المتهافتون أتوا وقصوا، ولكني على أمل أصلي بأن الحقل قد يرويه شخصه.
ولكني على أمل أصلي بأن الحقل قد يرويه شخص، وأنعم بهذا الشخص من صاحب مبدأ يرى بعين الأمل مستقبلاً أجمل للأجيال الحالية واللاحقة. أستاذة هندة، مر الوقت سريعاً. نعم، نرجو للحياة أن تكون كريمة. كانت حلقة جميلة جداً ومشكور جداً أستاذ مصطفى على هذه الحلقة. نحن أكثر سعادة بتشريفك لنا، ونرجو للحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذا اللقاء عياناً وبشكل مباشر عما قريب إن شاء الله. شكراً جزيلاً لك أستاذة هندة. مع الشكر. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا بحول الله وقوته، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.